في المشكله هنا في البلد. ما هي المشكله بتاع الكنيسه وخلاص. يعني انتوا علاقتكم هنا مسلمين ومسيحيين كويس؟ لا حلو جو مع بعض. ده لنا 100 سنه مع بعض حلوين ولا اكثر ولا جاي. يعني الواحد قرب يموت واحنا مع بعضنا حلوين. لسه في ناس بتسافر ليبيا وبتيجي من ليبيا ولا لا؟ لا خلاص بطلوا من ساعه ما حصل اللي حصل ده. ما علاقتكم هنا ما بينكم وما بين بعض في البلد عامله ازاي؟ علاقتنا حلوه مع بعض، بنادمين مع بعض، عايشين مع بعض، حلوين مع بعض. بس فتنا داخل الكنائس وده الكلام ده كله، واحنا مش مقتنعين من الكنيسة. مش عايزين كنائس تاني، احنا عايزين الناس كلهم مع بعض. ما تزحش كنيسة، احنا حلوين مع بعض. ودي قرية لابناء اهل، بنقف معاهم في كنائس تاني وبنقف معاهم في كل حاجة. بس اللي عملوه عشان ده ما يصحش. ايه اللي حصل بالظبط؟ كنا عاملين ظاهرة سلمية عشية، كانت الشباب مش بتكتب بس الشباب مفتوح. يعني ما كانتش ناس مستعده تعمل اي حاجه، كانت ناس مستعده على كلام بس صارت بتهتف باللي جواها بس. فجأة ضرب نار من فوق، فجأة ضرب نار من فوق، وفجأة ضاربينه في راسه، وفجأة طوب وضرب نار من فوق علينا، وناس شباب اتعورت مننا، وناس ضربت وجم خدوا ناس ما نهزها يدق في اي واحد مسيحي بالمسيح اخوه. احنا بدلنا دوا ولا بدلنا بتاع بلد شوب ولا ابو يمنا؟ لا بدلنا بتاعنا بتاع العوم. ان كان حتى بسراكيب بدلنا اهو، هو يجر عليا قبل بتاع الشوب ما يجي. لا ده كلام فضابي، ده ما فيش نفر غريب جه ابدا. في تعليمات ببناء الكنيسه، انتوا دلوقتي ممانعين، ايه الحل الوسط؟ الحل انضرت ومشت كده هتخرب القريه كلها، هتخرب انعمل في البودع عشان برضه ما عامل بيجوا ولا ايوه. الناس اللي كانوا هناك في ليبيا هم المصري كله شاف العم، ما فيش حد تاني في ليبيا خلاص. اهلي ما فيش حد خلاص، تمام، مش حد مسلمين ولا مسيحيين تاني في ليبيا. الناس اللي هناك كلها عايشين ازاي هنا اهل البلد؟ حالتهم قريه تعبانه يعني.